العامة. كان من نتائج صعود الأصولية الإسلامية في جنوب آسيا والعالم العربي اعتبارا من سبعينيات القرن المنصرم أن اكتسب التحيز قديم العهد ضد الشيعة مزيدا من القوة والحدة. فالإخوان المسلمون في العالم العربي والجماعة الإسلامية في باكستان كلاهما يتشدقان بالوحدة الإسلامية، ولكنهما يقصدان بها وبلا أدنى لبس وحدة تتماشى مع العقيدة السنية القويمة الصارمة وتحركها تلك العقيدة حصرا. ولدت الأصولية الإسلامية بادئ ذي بدء في صفوف السنة كردة فعل على تدهور القوة الإسلامية، وهي وثيقة الارتباط بالمفهوم السني للتاريخ المنطوي على إيمان راسخ بأحقية السنة في تسلم سدة الحكم، وكذلك بتلهف سني لكشف أسباب انحطاط الإسلام السنة النسبي من حيث القوة الزمنية في العصر الحديث. برزت الأصولية في العقود الأولى من القرن العشرين عبر أعمال مولانا أبو الأعلى المودودي المتوفى سنة 1979 في الهند ولاحقا في باكستان، وأعمال حسن البنا المتوفى سنة 1949 في مصر. هذان المفكران كانا يساويان وبمنتهى البساطة بين اللاهوت والفقه السني من جهة والإسلام الحق من جهة أخرى، ويودان لو تفرض القيم السنية على المجتمع ككل. المثل الأعلى عندهما كان استعادة القوة الإسلامية، تلك السلطة التي يرى فيها السنة دليلا ساطعا على ما خصهم به الله من فضل وامتياز. ولهذين المفكرين سوابق عديدة في تاريخ الفكر السني الذي سلك على مدى 1000 سنة ونيف من تطوره مسارات مختلفة وأنتج الكثير من المدارس الفكرية والفقهية. ومع ذلك وبصرف النظر عن الوجهة التي اتبعها التسنن فقد بقيت مواقفه تجاه التشيع هي لم تتبدل، فكل واحدة من النزعات الطهرانية والإصلاحية والتحديثية نفثت روحا مختلفة في اللاهوت والفقه السني، لكنها أجمعت كلها على دحض التشيع وتفنيد مقولاته. وما من أحد بلغ شأوا بعيدا في إضفاء شرعية دينية على التحاملات الشعبية والحجج والاتهامات المرفقة والغمز واللمز ضد التشيع ما بلغه الفقيه السني المعروف ابن تيمية المتوفى سنة 1328. كان الشيعة في نظرهم هم العدو في الداخل المسؤول عن تلويث الإسلام وتسهيل أمر انهيار مؤسسته الأثيرة الخلافة أثناء الغزو المغولي. لقد نعت التشيع بالهرطقة والزندقة وأجاز استخدام العنف في حق أتباعه، والأخطر من ذلك أنه هو من نقض التشيع نقضا سنيا رسميا محددا النبرة التي تطغى على الكثير من جوانب النزاع المذهبي إلى يومنا هذا. ويحظى ابن تيمية بشعبية فائقة لدى كل من يشدد على تفسير الإسلام تفسيرا متزمتا وأصوليا مثل الوهابيين والسلفيين، وحسبكم أن تحكوا القشرة التي تغطي مقولاتهم الفقهية والسياسية لتجدوا ابن تيمية قابعا تحتها. إن له في مسادرة الشيعة صولات وجولات لم يبزه فيها أحد. وقد لا نغالي إذا ما قلنا إن موجة التسنن المتشدد التي تؤرق العالم الإسلامي ومن ثم العالم بأجمعه اليوم ما كان يمكن تخيلها لولا هذا الفقيه الذي رحل عن دنيانا منذ عهد بعيد. في مجلد موسوم بمنهاج السنة النبوية، العنوان الكامل للكتاب هو منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، عمل ابن تيمية لحظا وتفنيدا بمعتقدات الشيعة وممارساتهم، فرفض نظرة الشيعة إلى الأئمة مجادلا بأنه لا ذكر البتة لهم في القرآن أو الحديث النبوي. في رأيه ليس في مقدور الأئمة التقاط أي معنى إضافي من القرآن والحديث مما لا يمكن لأي مسلم آخر التقاط. وفي إيجاز أضحى منذ إذن بمثابة الحجة القياسية التي يتمنطق بها الوهابيون والسلفيون. أكد ابن تيمية على أن أصول الدين القرآن والحديث لا تنطوي على أي معان غامضة أو باطنية، بل ينبغي أن تقرأ وتفهم على ظاهرها أي حرفيا. ولم يكن ابن تيمية بأقل تسامحا مع ترقب الشيعة عودة الإمام الثاني عشر، فسأل مستنكرا: ما نفع قائد غائب عن الدنيا ولا يستطيع بالتالي قيادة شعبه؟ وأردف بالقول إن الإيمان بإمام محتجب أمر مناف للعقل، عدا عن أنه يكشف ببساطة عما يعتبر الشيعة من حماقات. وعلى المنوال عينه يرفض ابن تيمية مقولة المكانة الخاصة التي ينسبها الشيعة إلى الإمام علي بوصفه ولي الله،
فكيف لله أن يختار وليا أخفق 3 مرات في محاولته تبوأ سدة الخلافة؟ وعندما تسلمها أخيرا انتهت خلافته بالفتنة الوخيمة وبمقتله شخصيا وبانتصار الأمويين. إن تاريخ الإسلام بأمجاده وسؤدده لهو شاهد على حظوة السنة عند الله، ومن دون أدنى التفات إلى المعركة القيامية بين الخير والشر التي تحرك اللاهوت الشيعي، يرى ابن تيمية في النجاح الدنيوي أوضح مقياس لفضل الله ورضاه. ولعل المنطق نفسه هو الذي يدفع المتمردين في العراق هذه الأيام ويفسر تصميمهم العنيد على حرمان الشيعة من القوة الدنيوية ومنعهم من إحكام قبضتهم على ذلك البلد. وبتوسله حيثيات هذا المنطق بالذات، يقرع ابن تيمية الشيعة لسوء فهمهم النظرة السنية إلى السلطة. فالسنة إذ يقبلون بمن يحكمهم، فليس لأنه خير المسلمين أو لتعذر وجود قادة أفضل منه، بل لأنه يحسن أداء وظائف القيادة ليس بالله، أي يؤمن النظام والأمن ويسوس الناس بفعالية. وبمقتضى نظرة براغماتية كهذه البينة على جدارة القائد وأهليته، هي قدرته على الإمساك بمقاليد السلطة. والقيادة السليمة تبدأ بالصعود إلى كرسي السلطة نفسها، فأن يعجز الأئمة بدءا بعلي عن الفوز بالسلطة لهو في ذات نفسه دليل على عدم أهليتهم لها. فإذا كانت تنقص الأئمة المقدرة الخاصة أو أي حقوق مخصوصة للحكم، فإن الشرعية الوحيدة التي بإمكانهم أن يتمتعوا بها هي على أي حال قدرتهم على إثبات شوكتهم. هذا بالنسبة إلى ابن تيمية كان السبب القاطع المانع الذي حدا به إلى إنكار الإمامة الشيعية. وبهذا المنطق كان الخلفاء الأمويون والعباسيون في عرفه أجدر من أئمة الشيعة في الحكم والسلطة. ولعل هذا ما يفسر لنا دعم علماء السنة تاريخيا للخلفاء في دمشق وبغداد، إذ لطالما قاس الفقهاء ومنظر السياسة السنة الجدارة للحكم بمقياس القوة الشوكة. وتلك حقيقة لم تفت أبدا الدكتاتوريين العرب في العصر الحديث، لكن رفض التشيع لم ينحصر فقط في ذلك الضرب من الفكر المتزمت الذي دعا إليه ابن تيمية، فقد وجد الشيعة عند المصلحين الدينيين السنة الآخرين تصلبا مماثلا في نقضهم للتشيع. إن الحركات الإصلاحية التي ظهرت في العالم السني ابتداء من القرن 17 فصاعدا، وأجدرها بالذكر حركة محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 1792، عرجت كلها على إدانة ابن تيمية للتشيع والنهل منها. إنما هذه المرة كجزء من وصفاتهم لإصلاح الإسلام وأحيائه، بل وقلب انحطاطه التدريجي نهوضا في القوة والوزن كحضارة عالمية. ظهرت الوهابية في شبه الجزيرة العربية خلال القرن 18 كحركة إصلاحية تنادي بالعودة إلى جذور الإسلام، وكانت قاعدة قوتها في الواحات التي تتخلل الفيافي القاحلة في صحراء مجد، المنطقة السهلية المرتفعة وسط البلاد، والتي هي أيضا موطن آل سعود الأسرة الحاكمة للمملكة العربية السعودية الحالية. كان محمد بن عبد الوهاب طهرانيا متزمتا، وعكست عقيدته بساطة عيش رجال القبائل الصحراويين في نجد. السكان الأصليين لما كانت في ذلك الحين منطقة طرفية في العالم الإسلامي، وقد سعى إلى تطهير الإسلام من كل الممارسات الثقافية التي سبق له أن استعارها أو هضمها على مر القرون، هذه التي أفسدت الإسلام وأوهنته على حد قوله. ولابد بالتالي من التخلص منها. وأسوة بابن تيمية، أنكر محمد بن عبد الوهاب أي شيء آخر سوى قراءة القرآن والحديث النبوي قراءة حرفية، كما رفضت الوهابية فكرة وجود أي سلطة وسيطة ما بين الإنسان وربه، معتبرة إياها فكرة تتنافى وجوهر الإسلام الأصلي. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه كانت تراه الوهابية مجرد رسول من عند الله وإنسانا كسائر بني البشر، ولا يستحق من ثم أي تقديس مخصوص. في العام 1804 اندفع رجال محمد بن عبد الوهاب فجأة من قلب الصحراء نحو المدينة المقدسة المدينة، حيث قدموا عرضا من عروض تعصبهم الشديد بتحطيمهم بلاطة طريح النبي صلى الله عليه وسلم كي يوقفوا إخوانهم المسلمين عن عبادته. أدان الوهابيون تقديس الأولياء والتردد على مزاراتهم بوصفه عملا من أعمال الشرك، ورأوا في المسلمين الذين يقومون بمثل هذا العمل قوما ضالين. وقبل أن يضعوا عينهم على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان الوهابيون قد اجتاحوا كربلاء في عام 1802، وانتهكوا حرمة مقام الإمام الحسين، وهو حدث ترك علامة لا تنحى في ذاكرة الشيعة التاريخية.
وقد صاحبت الاكتساح الوهابي لشبه الجزيرة العربية أعمال عنف ضد الشيعة. ففي عام 1913 قام جيش الإخوان بقيادة الزعيم الوهابي ولاحقا الملك الأول للمملكة العربية السعودية عبد العزيز بن سعود باجتياح منطقة الإحساء الشيعية، وحاول فرض المذهب الوهابي بالقوة على سكانها. وفي عام 1925 عاثت قوات بن سعود تخريبا في جنات البقيع في المدينة، حيث دفنت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة والأئمة الثاني والرابع والخامس والسادس للشيعة. ولا يزال الحجاج الشيعة إلى يومنا هذا ينسلون خفية إلى حيث كانت جنات البقيع للدعاء والابتهال، هذا إذا تمكنوا من تفادي نبابيت شرطة الأخلاق السعودية المطوعين المرهوب الجانب. إثر اجتياحهم الإحساء دعا الإخوان إلى الجهاد ضد الشيعة، طالبين من ابن سعود إما أن يهديهم إلى مذهب أهل السنة أو يجيز قتلهم. تردد ابن سعود، لكن الإخوان كثيرا ما كانوا يأخذون الأمور بأيديهم. ففي ثورة من العنف البالغ أقدموا في عام 1926 على قطع رؤوس عدد غفير من الشيعة بالسيوف، وإراقة الدماء هذه حملت ابن سعود على كبح جماح الإخوان، خاصة وأن انتباهه كله كان منصبا في ذلك الحين على بناء دولته. إنه لم يسمح بوقوع مذبحة جماعية، لكن الشيعة كانوا قد ذاقوا فعلا أسوأ ما في الوهابية. ومع تبلور معالم الدولة السعودية في ثلاثينيات القرن العشرين جرى تهميش الشيعة بصورة ممنهجة، كما تم تجريدهم من أي دور لهم في الشأن العام. لقد تسامحت الدولة الوهابية معهم، أجل، لكنها لم تقبلهم كما هم، فكانوا الأقلية غير المرغوب فيها، الأقلية الوثنية. هذا ولا تزال الطغينة المستحكمة بين الوهابيين والشيعة تصبغ إلى الآن مواقف كل طرف تجاه الطرف الآخر. منذ عقد السبعينيات من القرن العشرين اكتسبت الوهابية نفوذا متعاظما في كل أرجاء العالم الإسلامي، وأضحت بمثابة قوة الدفع الأيديولوجية خلف الحركات السلفية، وغدت نوازع الصراع الشيعي السني أشد مضاءة منذ قبل. وبالوسع القول في جميع الأحوال إن العنف المتزايد الذي يطبع الصراع الشيعي السني في السنوات الأخيرة إنما ينبع من انتشار النفوذ الوهابي. الطالبان في أفغانستان والجهاديون في كشمير كلاهما يعودان بأصولهما إلى العنصر المناهض للاستعمار لدى السنة، الذي نما وتطور في الهند تحت الحكم البريطاني، ومن باب ردود الفعل على فترة زمنية وجيزة من الصعود الشيعي هناك. في بحر القرن الثامن عشر اكتسب التشيع شيئا من القوة طردا مع الوهن المتزايد في أوصال إمبراطورية المغول، والتحول في حظوظ الشيعة هذا انعكس في قرار الإمبراطور بهادور شاه استقدام الممارسات الشيعية إلى بلاطه في دلهي مطلع العقد الأول من القرن الثامن عشر. والاتجاه عينه كان بعد أكثر جلاء في الممالك الأصغر التي كانت قد بدأت بالظهور فيما كانت حتى ذلك الحين أراضي تابعة للإمبراطورية المغولية، فإمارة أودة التي ظهرت في عشرينيات القرن الثامن عشر وإمارة البنغال التي خرجت إلى الوجود في وقت لاحق كانتا تديمان لأمراء من الشيعة يعرفون بالنواب. وفي جنوب الهند كانت أكبر دولة إماراتية ألا وهي حيدر أباد نظام شاهي، يحكمها نظام سوري، هكذا كان يدعى الأمير الحاكم لحيدر أباد، لكنها على العموم كانت منطقة أكثرية سكانها من الشيعة. وكان المشهد السياسي والثقافي الغني في بلاط حيدر أباد يطغى عليه النبلاء ورجال الحاشية والكتبة والشعراء الفرس. أعاد ويليام دالرمبل وعلى نحو نابض بالحيوية بناء الحياة والزمن كما كان في أواخر القرن الثامن عشر في حيدر أباد، وذلك في كتابه الصادر عام 2002 بعنوان المغول الأبيض، والمتمحور حول قصة حب رومانسية بين المقيم البريطاني وأميرة الفارسية. والنفوذ الشيعي كان أيضا ملموسا في بلاطي ميسور ومدراس، فكان الأمراء الشيعة فيهما يشملون برعايتهم علماء الدين الشيعة ويشجعونهم على الدخول في سجالات فقهية مع نظرائهم السنة. كذلك كان هؤلاء الأمراء يؤمنون الموارد المالية اللازمة للمعاهد الدينية الشيعية ولا يبخلون بأي عون لنشر الثقافة الشيعية. وبفضل الأموال الملكية والرعاية الكامنة خلفها بدأت بعض الممارسات الشيعية كعاشوراء تصبح مناسبات عامة كبرى. كانت أودة قد برزت بصفتها الحاضرة المجلية للثقافة والفنون والدراسات الدينية الشيعية في شمال الهند، ومن هنا تعتبر مدينة لكنو الهندية الثانية بلا جدال بعد أصفهان بإيران كواجهة عرض زاهية للفنون والعمارة الشيعية.
بدا صعود نجم الشيعة في نظر المسلمين السنة في الهند كما لو أنه نتيجة من نتائج نفوذ بريطانيا المتنامي على الصعيدين التجاري والسياسي. كذلك رأى السنة في هيمنة الشيعة مظهرا من مظاهر تدهور وضع الإسلام محليا، أي لعنة إلهية تلازم أي زيغ في ممارسة الإيمان. من هنا أخذ الزعماء الدينيون السنة يشددون على الحاجة إلى إحياء الإسلام، وهو ما كان يعني لهم أولا وقبل كل شيء نقض التشيع. الباحث الإسلامي الهندي المرموق والشخصية الصوفية النقشبندية البارزة شاه ولي الله الدلهوي المتوفى سنة 1736، الذي كان هو نفسه يعظم الإمام علي، أصر على أن الشيعة أخطأوا في إنكار شرعية الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول، وحثهم على إيلاء كل من أبي بكر وعمر الاحترام الواجب لتعزيزهما الأمان والتلاحم بين المسلمين في آن مع توسيعهما رقعة الأراضي الخاضعة للحكم الإسلامي. أما سيد أحمد الغبارلي المتوفى سنة 1831، الذي اشتهر أكثر ما اشتهر بجهاده ضد البريطانيين، فقد اتبع أجندة إصلاحية أشد تطرفا وجذرية، فبموجب تلك الأجندة لا بد لإحياء السلطة الإسلامية في الهند من نقض التشيع أولا نقضا تاما وصريحا كجزء من حملة إصلاحية ترمي إلى إعادة المعتقدات والعبادات الإسلامية إلى نصابها الصحيح. ونظرا إلى تأثره بالحركة الوهابية، حكم سيد أحمد ببطلان التصوف والتشيع كليهما ومعهما العادات الشعبية الضالة لكونها مصدر الفساد الديني وتسببها تاليا بداعي قوة المسلمين. نزع سنة الهند شأن بقية أهل السنة في كل مكان من العالم الإسلامي إلى رسم رابط مستقيم ما بين رضا الله والنجاح في الدنيا، وإزاء ما يرونه من تدهور في مكانتهم يقابله صعود المتطفلين الإنجليز والمنحرفين الشيعة إلى مصاف القيادة. حاول السنة إيجاد تفسير لانفلات السلطة من أيديهم، وهي الشاهد على رضا الله أولا وأخيرا، والنظر فيما ينبغي عمله لاستعادتها ثانية. بالنسبة إليهم كان النفوذ الشيعي هو السبب والمعيار في آن لانحطاط حالة المسلمين، وهكذا أضحى الشيعة الشغل الشاغل لأولئك السنة المعنيين جدا بمعرفة الخلل الحاصل وماذا يلزم لإصلاحه. وعلى نسق سيتبدى في أكثر من مكان من العالم العربي أثار الاستعمار حفيظة السنة، فكان أن صب هؤلاء قدرا لا يستهان به من سخطهم على الأقلية المتهمة سلفا بين ظهرانيهم الشيعة. وموقف سيد أحمد هذا من التشيع ما نبث أن صار مادة خام لمعظم الحركات الإصلاحية بين علماء السنة الهنود في القرن التاسع عشر. فحركة ديوباندي المتخذة اسمها من بلدة تقع في شمال الهند، التي ظهرت في وقت متأخر من ذلك القرن لحماية الهوية الإسلامية عن طريق التعريف بممارسة الإسلام القويم، ومن ثم نشر تلك الممارسة في عموم الهند البريطانية، وكذلك حركة أهل الحديث التي سعت إلى تنقية الدين على نحو ما فعلت الوهابية. هاتان الحركتان رفضتا بل هاجمتا بعنف المعتقدات والعبادات الشعبية الشيعية. جاءت الحركتان كلتاهما ردا على الاستعمار البريطاني وبحثا عن أجوبة للاضطرابات التي تعصف بالهند عند منعطف القرن عبر تفسير جديد للإسلام، إنما تفسيرا لطابع إحيائي صريح. عملت حركة ديوباندي جاهدة على تعليم رجال الدين الهنود وتشريعهم بأفكارها وآرائها، بينما ركزت حركة أهل الحديث على تنقية الممارسات الدينية من الشوائب بغية خلق ملة إسلامية حقيقية قادرة على حماية الإسلام من صدمات الاستتباع الاستعماري. هذا ولا يزال مجال نفوذ حركة ديوباندي إلى الآن يمتد من غرب بنغلاديش إلى جنوب أفغانستان. أفغانستان التي هي وأبعد ما يكون عن الصدفة موطن طالبان ومعقلهم. خلال الحرب الأفغانية في الثمانينيات من القرن العشرين اقترن الديوبانديون اقترانا وثيقا بتيارات التطرف السنية، والبعض منهم كان الباعث على ظهور طالبان، بالاشتراك طبعا مع المال السعودي الأمريكي وعملاء الاستخبارات العسكرية الباكستانية، والبعض الآخر من متشددي السنة في جنوب آسيا المسؤولين عن العنف في كشمير أو ضد الشيعة والأقليات الأخرى في باكستان، أتوا من التقليد الديوباندي، في حين تشكل حركة أهل الحديث مصدر إلهام وتشجيع للمقاتلين الجهاديين في لشغر طيبة أو جيش الأطهار الذي يحارب في كشمير. لم تكن المحاولات لإصلاح الإسلام عند نهاية القرن ملحة كل ذلك الإلحاح في جنوب آسيا فحسب،
بل كانت كذلك في البيئات العربية أيضا، شأن البيئة المصرية هي الأخرى. فكان أحد أشكال الاستجابة للاستعمار باعثا على ظهور مدرسة فكرية تحديثية إسلامية اقترنت على نحو مباشر للغاية بالسيد جمال الدين الأفغاني المتوفى سنة 1897 وبالشيخ محمد عبده المتوفى سنة 1905 وتلميذه محمد رشيد رضا المتوفى سنة 1935. وكانت رغبة هؤلاء التحديثيين الثلاثة هي استعادة مكانة الإسلام وفتح الآفاق أمامه من خلال التوفيق بينه وبين الفكر الحديث. وعلى منوال الإحيائيين الذين سبقوهم بعدة عقود من الزمن، رأى التحديثيون أن الطريق إلى إعادة تمكين الإسلام من أمره إنما تمر عبر العودة إلى الأعراف والممارسات الإسلامية الأصلية، ومن خلال نموذج للدولة والمجتمع يحاكي التجربة المبكرة للدين الإسلامي. الفارق الوحيد بينهما هو أن التحديثيين وجدوا النموذج الغربي مؤثرا للغاية، فسعوا إلى استدخال نفس القيم في دينهم وتاريخهم التي كانت السبب وراء وصول الغرب إلى ما هو عليه من تفوق عالمي. وقد شاطر التحديثيون بطريقتهم الخاصة الأصوليين إيمانهم بأن انحطاط الإسلام كان عاقبة اعتناق المسلمين أعرافا وممارسات ضالة. انتقدوا التدين الشعبي والاحتفاء الزائد بالاندماج الثقافي على حساب نقاء المعتقدات الإسلامية الأصيلة. وساءهم أن يروا كدسة من الإمبراطوريات والملكيات مكان الخلافة الواحدة الأصلية أو على الأقل الخيالية. في الحقيقة كان التحديثيون ينظرون إلى حقبة الخلفاء الأربعة الأول على أنها عصرا من الديمقراطية الإسلامية الفعلية التي جسدت بحق القيمة التي يميل الغرب إلى الاعتزاز بها أي اعتزاز، أعني الديمقراطية. كذلك رفض التحديثيون التصوف والتشيع بعقائدهم الغيبية والباطنية وطقوسهما الانفعالية وأجوائهما الحافلة بأشكال التدين الفولكلوري، وحثوا إخوانهم المسلمين على النظر إلى عصر الخلفاء الراشدين على أنه الحقبة المعيارية الوحيدة حقا في تاريخ الإسلام، وما تلا ذلك لا يستحق حتى الاسم، لأنه لا يعدو كونه حكاية محزنة لمسلمين سقطوا في شرك منافاة الإسلام، وليس قصة إسلام صحيح يحقق ذاته بشكل صادق وأمين عبر الزمن. والمفارقة الكبرى التي تلقي بظلها على التحديثيين وميراثهم هي أنهم هم من علم الأصوليين بطرق شتى ومن غير قصد أن يشغلوا بالهم بالتاريخ الإسلامي المبكر وأن يتحدثوا بصوت عال عن طابعه الموثوق، وإن كانوا لم ينصحوا باعتماد الوسائل المتبعة في الوقت الحاضر للوصول إليه. كذلك تعلق التحديثيون برؤية للوحدة تشمل كل المسلمين، وكان الأفغاني داعية الأكبر للجامعة الإسلامية، وهذه النزعة الوحدوية تعاشقت كأتم ما يكون التعاشق مع مفهوم التحديثيين المؤنثل عن الحقبة الإسلامية المبكرة باعتبارها عصرا خاليا من التناحرات العرقية والانقسامات القومية والخلافات الطائفية والنزاعات اللاهوتية والتأويلات الفقهية المتضاربة. وهذا التعطش إلى أمثلة ماض هالئ لا يعرف كنها المشاكل على ما زعم كان له جانبه المشؤوم، لأنه قد يعني بسهولة إنكار ومقت الطبيعة التعددية للإسلام القائم فعلا ذاك الذي نجده على الأرض منذ نحو 1400 سنة بعد عصر الرسول، لا غرو أن الحداثة الإسلامية كانت ولا تزال تعني الحداثة السنية في الغالب. الأفغاني نفسه كان إيرانيا بالولادة وشيعيا بالمذهب على أرجح الظن، لكنه تسمى بالأفغاني ليتستر على أصله القومي لإدراكه أن داعية للوحدة الإسلامية والإصلاح الحديث لابد وأن يملك أوراق اعتماد سنية إذا كان له أن يفوز بفرصة للإدلاء بوجهة نظره. جال الأفغاني وهو السياسي المناور في العالم الإسلامي طولا وعرضا، كان في الهند عندما وقع التمرد الكبير في عام 1857، كما كان كثير التردد على طهران وإسطنبول، حيث كان مهتما في كل منهما بالاطلاع على المكائد التي تحاك في البلاط هناك. لا بل ثمة أقاويل تتحدث عن أنه عاون السلطان العثماني في تدبير مؤامرة اغتيال العاهل الإيراني ناصر الدين شاه. استقر الأفغاني آخر المطاف في القاهرة حيث راح يحاضر في القضايا الإسلامية، وأضحى مبعث تأثير رئيسي على الاتجاه التحديثي الناشئ حديثا،
لقد تبلورت أفكاره في معترك الكفاح ضد الإمبريالية، وكان أقل اهتماما باللاهوت منه بتنظيم رد إسلامي على الضغوط الغربية. وبالرغم من أنه كان ينتمي إلى العالمين الإيراني الشيعي والعثماني السني معا ويتردد عليهما كليهما، إلا أنه لم يكن معنيا بالتوفيق فقهيا بين السنة والشيعة بقدر ما كان يود إقناع المسلمين كافة بالشروع في تقديم أنفسهم كجبهة متحدة سياسيا ولا سيما للغرب. والتحدي التحديثي للتشيع هذا صار أكثر مباشرة مع تلاميذ الأفغاني وعبده، ومنهم محمد رشيد رضا الذي صار شخصيا للمصطلح سلفي نسبة إلى السلف الصالح، فقد كان مهتما بمحاكاة إسلام الخلفاء الراشدين. ولئن كان لمشروعه هذا جذوره في الحداثة، إلا أن تشديده على التاريخ الإسلامي المبكر يشي بمقاربة متزمتة تجمعها العديد من القواسم المشتركة بتلك التي اعتنقها الإصلاحيون في القرن 18. كان رضا ملهما للبعض من أصولي القرن 20 ممن ترسموا خطاه على درب الحداثة، وقد اتسمت مناظراته بمعاداة صريحة للشيعة، وانعكست أولا في أيديولوجيا الإخوان المسلمين ولاحقا في أيديولوجيا السلفيين. رد فعل الشيعي على تحديات الحداثة جاء مشوشا، فقد رد علماء الشيعة على الحداثة الإسلامية السنية عمليا للطريقة نفسها التي ردوا بها على الانتقادات السنية منذ تهجمات ابن تيمية لقرون خلت، مستخدمين خليطا من المقولات الفقهية والحجج التاريخية. كان العالم العربي المكان الذي وجدت فيه حجة الحداثة أكبر تصريف لها بين السنة، ومن ثم شكلت التحدي المباشر الأول للشيعة. فلا عجب إذن أن تأتي أقوى الردود المؤكدة من جديد على المعتقدات الشيعية والرافضة للحداثة لوصفها وجها آخر للمقولات المناهضة للتشيع من جانب علماء الشيعة العرب من أمثال رجل الدين العراقي محمد حسين كاشف الغطاء والزعيم الديني لشيعة لبنان عبد الحسين شرف الدين الموسوية. أما الاستجابة للحداثة من جانب طبقة المتعلمين إنما من غير رجال الدين في العالم الشيعي فكانت أكثر تقبلا وأكثر تبريرية، لا بل إن البعض منهم كالهنديين شيراج علي وأمير علي انقلبوا أنصارا ودعاة متحمسين للحداثة الإسلامية. فقد أهدى شيراج علي رسالته عن الإصلاح في ظل الحكم الإسلامي إلى السلطان العثماني عبد الحميد الثاني والذي هو الخليفة الإسمي بطبيعة الحال، وآخرون سعوا إلى تكرار الحداثة السنية في تشيعهم. وهذا الاتجاه تجلى على وجه الخصوص في إيران، حيث مثلت سياسة التحديث المفروض من فوق التي انتهجتها أسرة بهلوي من عام 1921 إلى 1979 تحديا صارخا للمعتقدات والسلطات الشيعية، وهددت بالخطر مكانة الشيعة في المجتمع. لذلك سعى مثقفون من أمثال رضا قولي شريعة تسم بلاجي ومهدي بازلكان جاهدين إلى إدخال إصلاحات على التشيع في محاولة منهم للتوفيق بهذه الوسيلة بين اللاهوت الشيعي ومستلزمات الحداثة. هذا والتحديث الشيعي ما برح يترجع صداه في أعمال المثقف الإيراني المنشق عبد الكريم سروش الذي يتناول بالنقد لب المعتقدات الشيعية في ضوء الحاجة الماسة إلى التحديث. إن نزعة التحديثية الشيعية تشبه نظيرتها السنية من وجوه عدة، فالتحديثيون الشيعة انضموا إلى السنة في مهاجمة الممارسات الشيعية الشعبية باسم قراءة أكثر تزمتية للدين. وفيما يخص التاريخ الإسلامي، واصل التحديثيون الشيعة الدفاع عن النظرة الشيعية إلى علي وبقية الأئمة الاثني عشر، لكنهم سعوا إلى التقليل من تعظيم الأئمة وأهمية التدين التعبدي لصالح عبادات يمكن تشاطرها مع السنة. وكشفت مقاربتهم اللاهوتية هذه عن تأثرها بالتزمت السني وقراءته الحرفية والضيقة للنصوص الإسلامية الأساسية، فلا غرو أن يرى نقادهم في هذه المقاربة تسمينا للمذهب الشيعي، وأن يرفضوا الإصلاح لنزعته التحديثية وتسننه الخفي على حد سواء. على كل، لم تغدو الحداثة الشيعية قوة يحسب لها حساب، وإن كانت قد تركت بصماتها على الفكر والممارسة الشيعيين. تكشفت التأويلات السياسية للتشيع التي غدت جلية في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين عن اتجاهات تحديثية، لكنها لم تعلن عن نفسها نزعة تحديثية بكل معنى الكلمة، إذ فضل أصحابها بالأحرى التركيز على مسائل من قبيل تعزيز مكانة الفرد في المجتمع، الوقوف في وجه سلطة الدولة، وضمان التحرر من السيطرة الأجنبية. مع ذلك فقد انتهى بهم الأمر وهم يستجيبون للتحديات التي تواجههم إلى إصلاح جوانب من الفكر الشيعي.
علي شريعتي في إيران، موسى الصدر في لبنان، ومحمد باقر الصدر في العراق. هؤلاء الثلاثة قرنوا العقيدة الشيعية بالنضال من أجل العدالة الاجتماعية والحريات السياسية في سبعينيات القرن العشرين ضد أسرة بهلوي في إيران والمؤسسة السياسية المهيمن عليها مسيحيا وسنيا في لبنان وحكم البعث في العراق. لقد لجأوا إلى الاستعارة من الأيديولوجيات الحديثة ولا سيما الماركسية في حالة شريعته لوصل الإيمان بهموم العصر. صحيحا أنهم لم يدعوا أنهم تحديثيون، لكن حصيلة عملهم كانت نوعا من التحديثية الشيعية التي أثبتت أنها على صلة مباشرة بعلم السياسة في العالم الشيعي.